شارع اسكندرون. أكثر شوارع حلب ازدحاما يوم الأحد 11/12. لاحظ الشارع بالعادة يكون أصغر من هنا. اضراب محال تجارية هاي الجمالية، المركز التجاري لمدينة حلب. تم التصوير الساعة 12 ظهرا في وقت الذروة. مركز مدينة حلب، منطقة الجمالية. أغلاق معظم المحال التجارية. بس إيجابي الإطلاق الكرامة. حلب الجهنية، المركز التجاري لمدينة حلب، معظم المحال مغلقة.